بنرحب بحضراتكم مره ثانيه، وهنطير مع حضراتكم سريعا الى ملعب اللقاء استاد الاسكندريه مع الزميل صلاح عقده عشان نتعرف على اخر اخبار نادي الزمالك. صلاح مساء الفل عليك. تحياتي لك زميلي العزيز ابراهيم عبد الجواد من هنا من استاد الاسكندريه. يمكن تاجيل الدوري، يمكن تاجيل الاسبوع ده مع الراحه الكبيره جدا للدوري، يمكن الدكتور محمد عبد الرازق اخذ وقت كبير جدا هنا في استاد الاسكندريه، تطوير الاستاد وزوره الاستاد بهذا الشكل هذا النهارده في اكثر بشكل اكثر من رائع خلال هذا اللقاء. خلي بالك بقى اخبار نادي الزمالك في هذا اللقاء. يمكن نادي الزمالك دخل في معسكر مغلق في برج العرب من 21 من الشهر الماضي. يمكن كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك دخل معسكر طويل يعني على ثلاث اعتبارات. الاعتبار الاول ان يكون فيه هناك انسجام بين الناشئين واللاعبين الكبار في معسكر المباريات الوديه، ايضا الوقوف على اللاعبين الراحلين واللاعبين اللي سيتم قدهم خلال المرحله القادمه، ايضا البعد بكل اللاعبين عن اجواء التوتر والضغوط العصبيه في القاهره. خليني اقول لك ايضا ان المدير الفني لعب اربع مباريات خلال فتره المعسكر، فاز على منتخب القسم الثاني 7-0، ثم فريق المجد الصاعد حديثا الى القسم الثاني 2-1، ثم فريق ابها السعودي في معسكره في برج العرب نتيجه 2-1، ثم مياه البحيره احد فرق الدرجه الثالثه وفاز عليه 7-0. غدا هيكون في مباراه وديه مع فريق المجد، اللاعبين الغير مشاركين في هذا اللقاء. خلي لك ايضا غيب عن نادي الزمالك في هذا اللقاء امام عاشور للايقاف وأوباما ايضا للايقاف. خلي لك ايضا النهارده هيكون موجود يمكن يعني ظهور اول لايمن حفني النهارده في تشكيل هذا اللقاء، هيكون موجود على دقه بدلاء نادي الزمالك. نادي الزمالك هيرتدي الزي الابيض في هذا اللقاء. خلو كل الاجواء هنا تبشر بمباراه جيده جدا، مباراه قويه جدا بين الزمالك وغزل المحله. درجه الحراره اكثر من رائعه، يمكن كان في رطوبه، كان في درجه حراره عاليه جدا قبل العصر النهارده، لكن دلوقتي الجو اتغير بشكل كبير جدا. دي اجواء وكواليس استاد اسكندريه ونادي الزمالك. عوده ليك زميل عزيز ابراهيم مره اخرى واستاد مصر. كل الشكر للزميل العزيز صلاح عقده اللي اطلعنا على اخر المستجدات داخل نادي الزمالك، ومن اخبار نادي الزمالك الى اخبار زعيم الفلاحين فريق غزل المحله مع الزميل العزيز اسامه عقده. مساء الفل عليك يا اسامه. تحياتي ليك زميلي العزيز ابراهيم عبد الجواد، تحياتي ليك زميلي العزيز ابراهيم عبد الجواد، تحياتي ليك وضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي اون تايم سبورتس في كل مكان من داخل استاد الاسكندريه. وقبل لقاء الزمالك ونادي غزل المحله في الاسبوع 28 مسابقه الدوري العام الممتاز المصري موسم 2021، واخر اخبار وكواليس زعيم الفلاحين لهذا اللقاء اللي استعد له جيدا في الفتره اللي فاتت واستغل فتره التوقف الطويله اللي كان فيها الفريق بعد تاجيل مباراته هذه امام نادي الزمالك. الفريق خاض عدد من المباريات الوديه ابرزها التعادل امام انبي هدف مقابل هدف، والفوز على فريق مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف. ابرز الغيابات النهارده لفريق غزل المحله، عندنا غيابات كتيره جدا بتضرب صفوف الفريق، ويعني كلها غيابات تعتبر اساسيه، ابرزها اسلام فؤاد وهاني عادل ويحيى حامد واحمد حسن للاصابه، والغياب لثلاث انذارات عبده يحيى وبسام ماهر ومعتز محب. الحقيقه الكابتن خالد عيد رفض النهارده ان هو يجازف بيحيى حامد رغم جاهزيته للقاء اليوم بعد الاصابه اللي لحقت بيه في مباراته الاخيره امام نادي الاتحاد السكندري واللي اصيب فيها بكسر في القفص الصدري. عشان كده الكابتن خالد عيد النهارده بيحاول يدعم الفريق باثنين من العناصر الشابه، هم عبد الرحمن عاطف اجويرو من مواليد 2002 وحسام حسن منتخب شباب 2001. خليني اقول لك زميلي العزيز ابراهيم عبد الجواد تشكيل فريق غزل المحله النهارده. عندنا عمرو شعبان في حراسه المرمى، رباعي خط الظهر من اليمين للشمال احمد عيد وكماتشو ومحمد سامي وفتحي مبروك، اثنين ديفندرات احمد النادري واحمد عادل، وثلاثي هجومي احمد الشيخ وخالد الاخميمي وهشام بلحه، وفي الامام خالد رسلان. دي كانت ابرز كواليسنا واخبارنا عن فريق غزل المحله لهذا اللقاء. وده ليك زميلي العزيز ابراهيم عبد الجواد، تفضل. كل الشكر للزملاء صلاح عقده واسامه عقده اللي كانوا متواجدين معانا من ملعب اللقاء استاد الاسكندريه، واطلعونا على كافه المستجدات.